سياسي سعودي، افعلوا هذا وأنا أضمن لكم تحرير اليمن خلال أشهر قليلة. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أكد مؤثر سعودي على أن الجيش الوطني اليمني يحتاج إلى سلاح نوعي ورواتب مستمرة من أجل ضمان هزيمة الحوثي، لافتا إلى أن معركة مأرب تمثل خط الدفاع الأول عن اليمن والسعودية. وغرد حساب سياسي سعودي في تدوين على تويتر قائلا: سلاح نوعي، رواتب مستمرة، هذا ما يحتاجه الجيش الوطني في المعركة اليمنية مع الحوثيين، وأنا أضمن لكم تحرير اليمن خلال أشهر قليلة. وأكد في تدوينة أخرى أن مأرب تمثل خط الدفاع الأهم عن الجمهورية اليمنية كاملة وعن المملكة العربية السعودية أيضا، ومع ذلك خذلها الجميع، حد قوله. ويعاني الجيش الوطني من نقص ملحوظ في تكافؤ التسليح والإمكانيات في معركته مع الحوثي بالطائرات المسيرة والسلاح النوعي المتطور الذي يتدفق إلى الجماعات عبر ميناء الحديدة والبحر الأحمر من إيران وحزب الله، في مقابل ممانعة دول التحالف في حيازة الجيش الوطني لسلاح متطور يمكن الجيش من حسم المعركة في وقت أقصر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.